بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم نحل من كتاب Principles of Engineering Economic Analysis الطبعة الخامسة السؤال 72 و74. طبعا الشابتر هذا واضح أني كثرت دمج الأسئلة، بس طبعا هو 72 74 بس، لأنها كلها تقريبا تخدم نفس الفكرة ولا فيها أي يعني صراحة شيء إضافي مديني أسوي لها يعني فيديو مقطع بالحالة. كلهم نفس الفكرة وحلها بسيط جدا، يعني لو بحل هذه يمكن ما يأخذ مني ولا دقيقتين. هنا وش الدرس عنها؟ عن capitalized cost، وأيضا نسمى كذلك capitalized worth على حسب اللي عندك. هل كلها تكاليف فتقول cost، إذا كانت كلها أرباح تقول لله worth. طبعا وش فكرة capitalized cost هذا؟ capitalized cost هذا يحسب لك present worth، يحسب لك present worth لكن المشاريع على المدى البعيد جدا، يعني المدى البعيد نقصد بخمسين سنة وورا، وغالبية تكون المشاريع حكومية غالبيتها يعني. فهذا اللي نحن نقصد به بالcapitalized cost أو capitalized worth، انها تحسب لك present worth لكن المشاريع بعيدة المدى. هذا هو بس الفكرة العامة لها. فنجي الآن هنا السؤال هذا، مثلا قال لي عندك مثلا municipality، عندك بلدية تخطط انها وش تسوي، constructing a water treatment plant اللي هو محطة معالجة مياه، قالك تكلفك 10 ملايين ريال. قالك كل 5 سنوات عندك major repairs، عندك اصلاحات عقدتهم عليها الكلام، and clean up and required cost كم؟ مليونين. اذا هذا في السنة الخامسة عندك مليونين، هذا اسمه major repairs، اصلاحات عامة او مهمة او زي كذا يعني major repairs. قالك due to necessity to remove sludge اللي هو البقايا اللي تترسب دائما، احنا في التريت بلانت ترسب في بقايا، قال عشان to remove هذه make minor repairs، عندك minor اشياء يعني ما هي بذيك الاهمية. فعندك الانيوال كوست حقتها الاوبريتنج تريتمنت بلانت ار استيميتد تو كم؟ 700,000 و775,000 و850,000 و925,000 ومليون each year leading up to كم؟ 5 سنوات. شو معناته؟ معناته هذا اللي هو بس عقدتهم، عشان اشرح لك اياها، هذه الاصلاحات سنوية، يعني في السنة الاولى بتكلفك 700,000، الثاني 750، مثل موضح هنا، يا سلام موضح انا هنا. فلو تلاحظ هذا الكوست كيف كنت ترتيبها، هذا اللي اقصد به، هذا اقصد به each year leading up to 5 year major repair and clean up. قال لك هنا based on 4% per year time value of money what's the capitalized cost for the water treatment plant. هذه الرسمة عندي توضح كيف المشروع صاير عندي. هذا التكلفة الابتدائية 10,000، وش 10,000 صاحي 10 ملايين، وعندك هنا الإصلاحات الماينر في السنة الأولى 700,000، الثانية 775,000، والثالثة 850,000، وهنا 975,000، وهنا مليون، زائدا المليونين الميجر ريبيرز. طيب هذا القانون اللي عبارة عن initial cost زائدا الانيوال كوست على الاي، اي شيء غير انيشال تروح طال عمرك تمده على انها انيوال. فعندي هنا وشو في عندي؟ سنجل صم مليونين ابحط انيوال، وفي عندي جريدينت لو تلاحظ ان هاي تزيد كل ما تزيد ب 75,000 عن الثانيه، فمعناته عندي جي مقداره 75,000، وعندي يونيفورم لان من خصائص الجي لازم يكون يبدا من الصفر، فاذا بيكون عندي يونيفورم 700,000، وعندي جي مقداره 75,000، وعندي سنجل صم بالحاله هنا مقداره مليونين. هذا المفكوك عقب ما صارت كلها يونيفورم، لان حولت الحين هذا كله يونيفورم صار، فاذا قسمت على 0.04 كم عطاني؟ 40,334,518.75 سعودي ريال. يعني ما ادري الفاصلة هذه وقفت يعني 40 مليون وفاصلة. على كل حال نفسه بالضبط في السؤال اللي بعده، مرة ما في اي فرق، نفس الفكرة عندك. قال لك انه عندك الحكومة
حكومة تبي تنشئ سد ممتاز، وكلف إنشاء السد 2,000,000، وقالك ترى annual maintenance له 50,000 مثل ما موضح لك هنا، وقالك في major inspection and makeup after each 5-year interval costing كم 250,000. ف300,000 هذه هي الشاملة، 50,000 زائدا 250,000 هنا. فقال لك عطي الانترست ريت 10% determine the capitalized cost. وش سويت انا الان؟ عندي 50,000 يونيفورم جاهزة ما عندي مشكلة فيها هذه هي، وعندي 250 هنا بضربها في الفاكتور A given F لمدة 5 سنين، وكلهم هذه قسمتهم على الاي اللي هو annual cost على الاي زائدا الانيشال كوست، اعطاني اللي هو 2,909,500 ريال سعودي. هذا باختصار الحل، ولا في اي فكرة ابد، هذا هو. بس اللهم الفكرة في حالة لو اعطاك مشروعين وتقارن بينهم، فانت تختار دائما الكابيتالايزد وورث او عفوا كوست الاقل لانها كوست، فانتبه تختار الاعلى لانها كوست فتختار الاقل. فقط في حال اعطاك اكثر مشروع تقارن بينهم تروح تطلع كل واحد كابيتالايزد كوست حقه وتختار الاقل، فقط لا اقل ولا اكثر. هذه الفكره، وهذا الفكره لو جاك اياها تقارن بمشاريع، وهذا الحل في حال اعطاك مشروع واحد ابد. واتمنى ان شاء الله انه وضحت. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.